طيب معانا عبر الهاتف الاستاذ عادل ابو جريشه نائب رئيس نادي المريخ السوداني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مرحبا بك اخ كريم، كيف اخبارك؟ يعني انا كله بخير. انت قلت لي انه المريخ هيظهر في هذه المجموعه بمستوى كبير لما كنت ضيفي في البرنامج، وحتى الان شايفين المريخ عامل مباريات كبيره في دوري ابطال افريقيا. الحمد لله، نشكر الله ونحمده. نحن الان في الموقع الثاني، باذن الله يعني المريخ يشرف كل اهل المريخ. وحتى الان برضو يعني المباريات اللي لعبناها هي ما قدرت الطموح، وان شاء الله نتمنى انه نقدم مستويات افضل في المباريات القادمه. طيب يا فندم، عايز اسالك على المباراه القادمه قدام النادي الاهلي، مباراه السبت ان شاء الله، مباراه في منتهى القوه، والنادي الاهلي زي ما انت عارف يعني تعادل في المباراه الاولى قدام الهلال، خساره امام فريق صن داونز، موقفه مش جيد في المجموعه، اكيد هيخش بمنتهى القوه في هذه المباراه، اكيد عاملين حسابكم على ده. بتستعدوا ازاي لهذه المواجهه وانتوا عارفين ان انتوا بتلعبوا الاهلي في وضع مش افضل شيء؟ النادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن، نادي حايز على البطوله، فلا بد من انه يعني نعمل له كل حساب. هي مباراه مش سهله، بل مباراه صعبه جدا بالنسبه لظروف النادي الاهلي وتقييمه الان في المجموعه، وهي مباراه يعني ان شاء الله احنا هنخوضها بكل قوه، وهنعمل حساب كبير جدا للخصم، لانه خصم يعتبر من اقوى الاتيام في البطوله في القاره الافريقيه. فنتمنى انه يعني نطلع بنتيجه مشرفه وايجابيه باذن الله. النتيجه المشرفه والايجابيه بالنسبه لنادي المريخ هتكون ايه؟ الفوز ولا التعادل؟ والله نحن نسعى للفوز، وان جاء التعادل فمرحب به. وحتى لو تعادلنا وفزنا بنكون فزنا على فريق كبير. فريق له كينونته في القاره الافريقيه، واحنا يعني هنعمل له الف حساب، حتى يعني نطلع حتى ولو بنقطه منه. يعني فريق المريخ جاهز لهذه المواجهه بتشكيله كامله ولا في اصابات او غيابات مؤثره؟ الاصابات موجوده من قبل يمكن نبتدي البطوله. اصابات مؤثره جدا اللي هو كابتن الفريق امير كمال، ايضا هداف الفريق بكر المدينه، لاعب وسط محمد الرشيد لاعب منتخب، لاعب مدافع صلاح نمر لاعب منتخب اصيب في الكاميرون، ودي كلها اصابات بدينا بها البطوله يعني قبل البطوله. والان الحمد لله الاربعه لاعبين عادوا الى الملعب، بعد كده راي الجهاز الفني هو هيكون الفيصل. يعني استاذ عادل ابو جريشه نائب رئيس نادي المريخ السوداني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.